سؤال السرعه، اللي هيعرف الاجابه الاول هيدوس ويقول من غير تايم. اوكي. في الدوري المصري، انتم متابعين كوره وبتحبوا الكوره جدا، من هو اللاعب الاجنبي الغير مصري يعني، من هو اللاعب الاجنبي اللي سجل اكبر عدد من الاهداف في موسم واحد بالدوري المصري؟ قول. وليد ازارو. لا لا، وليد ازارو مظبوط، رقم قياسي. ازارو عامل رقم قياسي. ما انا مش فاهم في الدورات ايه. ايه الفيلم المصري اللي هيمثل مصر في مسابقه الاوسكار هذا العام؟ يوم الدين. ثواني، يوم الدين. صح. يوم الدين. كريم فهمي. برافو. صح. مين مخرج؟ حد عنده معلومات هتفرج عليه؟ لسه مشفتوش. لا، فيلم هايل. ابو بكر شوقي المخرج. طيب، ايه الاسم الكامل لوزاره الكهرباء؟ وزاره الطاقه والكهرباء. وزاره الطاقه. توليد الطاقه. توليد الطاقه والكهرباء. لا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. المتجددة. انت ما كنتش هتقول طاقة اصلا يا جماعة. كريم بيتخانق مع جمهوره اللي بيجاوب. انت بتقول له يا بيه. سكور كام؟ 5-4 لينا. 5-4 ليا. لينا والله. 5-5. 5-4 لينا والله. والله 5-4. 5-5 في الكنترول. انت عايز اسرع نقطه وانت عايز اسرع نقطه، بس الحقيقه 5. طيب يلا. طيب، لما بيجوا يطفوا حريقه. طفوا ايه؟ حريقه. اوكي. بيستخدموا غاز. أوكي. او جزء من المكونات يعني. ايه الغاز المستخدم في هيدروجين في اطفاء الحرائق؟ غلط. هيدروجين. ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. نيتروجين. بتقول لي نيتروجين ده من الحريقة أكتر يا ماما. ده 6-5. 6-5. سقفوا أكتر للجمهور. طيب، هسألك سؤال أخير من الفئة دي. فيلم، آخر فيلم مثله الفنان أحمد زكي. العندليب. العندليب. صح. العندليب. لا، حليم. حليم. أنتوا بتقولوا غلط والجمهور يغششكم. أنتوا الاثنين في نفس الوقت. أنت بتقولي غلط ليه؟ حليم. لا، ما انا قلت حليم قبلك. لا، ما قلتش حليم قبلي. والله. طب ما حدش بقى يتكلم. اخرج مين؟ شريف عرفة. برافو عليك. الاستاذ شريف عرفة طبعا. الاستاذ. كام كده السكور؟ 6-6. 6-6. لا يا جماعه، يبقى المنافسه الاخيره هي اللي هتحدد مصير. صح. اللي هيعلم على صاحبه.